هذا الشاب تقرب وبنى علاقات كثيرة، وهو شاطر من نوع شاطر، فيبدو بنى علاقات كثيرة مع أعضاء مجلس النواب من خلال كونه في مكتب رئيس الوزراء. أيضا هو يدور العافية. شو يدور العافية؟ يدور العافية، يريد يبدي أنه نشط وقريب على، يعني يريد يخدم مكتب رئيس الوزراء من خلال علاقاته، فيبدو فتح علاقات كثيرة. القضاء بالأسبوع الأول قال القضية مو مثل ما مثارة بالإعلام، وإنما هي قضية محدودة ومو بهذا الحجم. وحضرتك أكيد طلعت على بيان القضاء قبل أكثر من أسبوع بشأنها، لأن وسائل الإعلام، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، تناولتها بشكل مضخم جدا. زين، فيبدو أكو ناس متربصين كانوا استثمروا هاي الشغلة، إن كانوا أشخاص متضررين من الحكومة، إن كانوا أشخاص وقفت أعمالهم، إن كانت قوى سياسية ربما نوع من التنافس السياسي، وضخمت هاي الشغلة. وتدري إحنا بواقعنا العراقي شوية بدت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور، وأكو جيوش إلكترونية، وأكو المهم استغلت بشكل يعني مو منطقي. تقولون فضخمت من طلبه محمد جوحي خلال 4 ساعات تسلم. من السلمه؟ رئاسة الوزراء نفسها، رئاسة الوزراء. إيه الحكومة غير، يعني رئاسة الحكومة، هو طلب من مكتب رئيس الوزراء. علي مطير يمكن اعتقل ببيته زين، يعني لحد، لكن من طلب محمد جوحي من مكتب رئاسة الوزراء خلال 3-4 ساعات سلم للقضاء. يعني بدون أي، يعني أفهم من كلامك أنه مكتب رئيس الوزراء نفسه هو من سلم محمد جوحي للقضاء. نعم هذا اللي فهمته بصراحة. زين، هو اللي سلم مكتب رئيس الوزراء وخلال ساعات، يعني من طلب.